تعالوا نعمل صفحة اليوزر جروس بحيث احنا نشوف ازاي نقدر نتحكم او نجرب نعمل بيج جديدة، نشوف الدنيا تبقى ماشية فيها ازاي. اللي احنا هنعملها هي بيج بتعرف بس الجروبس اللي عندنا، وان احنا نضيف او نعدل الكرنت جروبس. طب ممكن نيجي عند اليوزرز، نيجي كده ناخدها دي كده كوبي بيست، اقول له يوزرز جروبس. اوكي اجي هنا غير دي غير دي، دي كده ممكن اخليها يوزرز جروبس اونلاين بورد. احنا كنا اوريدي عرفنا من كام فيديو، مش عايز دي يوزرز جروب، دي يوزرز جروبس. اوكي انا مش عايز انا غير الاي دي والنيم بس، مش محتاج اي حاجه من الحاجات التانية. امسح الايميل فورماتر. اوكي طيب هنيجي عند الراوت، اعتقد نيجي هنا كوما، نيجي ناخد برضو ده كده كوبي، طبعا دي برضو قدامها هنعدلها عشان ما عادش نكرر الميدل وير كل شوية. جروبس يوزرز جروبس. اوكي اعطانا اصلا بس السايد بار دلوقتي، سايد بار اهو، اجي هنا كوما، اخد دي كده كوبي بيست يوزرز جروبس مثلا، ودي سلاش جروبس. اوكي تعال نجرب كده نشوف هتشتغل تضرب. اوه اشتغلت، سو ويرد. طب دلوقتي ناقص لنا ايه؟ اليوزر فورم ديت، تعالى برضو نفتحها كده. يوزر فورم كوبي يوزر داش جروب داش فورم. اوكي دي ما عندناش ماب ريسبونس ولا اي حاجه، هو بس الايه النيم مش اكتر. وامسح كل ده، ريكوايرد ديفولت فاليو، جميل جدا كل ده مش محتاجه. بعد كده اكسبورت يوزر جروب فورم كوبي، نعرفها هنا ماشي، دي احنا مش عارفين بحاجة. تعال نجرب نعمل ايه كده مثلا، administrators save شاش شغالة زي الفل. مثلا data entry برضه شغالة زي الفل، جميل جدا. طب ممكن بس حتى نيجي هنا نخش عند اليوزرز بقى، الادمنستريتور ازاي اتعدلت. هاجي مثلا اغير هنا ديت، اخليها داتا انتري مثلا سيف، هيبقى عندي ده الداتا انتري بتاعي. فاحنا كده خلاص ظبطنا الحته بتاعت لو جينا نعمل بيج جديده، فاعتقد الموضوع بقى نسبيا سهل شويه. في بس حته عايز اظبطها، هاجي اعمل هنا فولدر الحاجات دي كده اسمه يوزرز، فولدر تاني اسمه يوزرز داش جروبس، فولدر تالت اسمه لوجن عشان بس متبقاش الدنيا كده من ورا، اي حد في اي حته يروح اي حاجه. دول هنا السلكت ديت كانت ايه فايدتها؟ دي كنا بنجرب فيها قبل كده، نمسح نص اسمي. اليوزر واليوزر فورم برضو يجوا هنا بيست، اليوزر جروب تيجي هنا بيست. طيب تاني نبتدي بقى نعدل ال save. طبعا اللوجن، اللوجن كومبوننتس، لوجن لوجن. اوكي ريفرش يوزرز جروب نفس القصة برضو، يوزرز جروب. اوكي واليوزرز مظبوط. طيب يوزر جروب سيرفيس اعتقد دي كانت في اليوزر فورم. هناخد دي كده كات، وبعد كده نيجي هنا نعملها اوتون بورت مرة تانية، خلاص يرجع. لا دي زي ما هي مفيش فيها اي ابديت اصلا. هنطلع بس one more director directory service user groups. دي طبعا دي ميزة انك ايه تشتغل على طول بال modules slash users وتريح دماغك. تمام ده شغال زي الفل، ده شغال زي الفل، اللوج اوت برضه شغال زي الفل معانا. تمام فكده احنا خلاص ظبطنا الحته بتاعت اليوزر جروبس. نفس الفكره برضو، انا ممكن اجي اضيف مثلا مور انت ميك شو بس انها شغاله ولا لا، اجي امسحها. تمام اشتغلت ريفرش زي الفل. فكده اعتقد الدنيا عندنا بتمشي بشكل كويس، وكفايه كده على الفيديو.